وطيب ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم سمر غانم ادمن بيج مجانين الكروشيه وتريكو. وقبلتي قبلتي 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 ما تروحيش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. والنهارده جايبه لكم غرزه انا مسمياها غرزه شهر طوبه، من كتر ما هي الغرزه تقيله قوي، مليانه شغل بارز، ما بتعديش الهوا. الغرزه ما فيهاش فراغات خالص، لدرجه اللي يشوفها يبقى مش عارف هي ديت غرزه كروشيه ولا تريكو، من كتر ما هي ما فيهاش فراغات. الغرزه ليها استخدامات كتير، ممكن تعملي منها كوفيه، ممكن تعملي منها شال مستطيل، ممكن تعملي منها بطانيه، ممكن تعملي منها بلوفر، ممكن تعملي منها جاكيت، ممكن تعملي منها شنطه، ممكن ليها استخدامات كتير. طب ايه المانع بقى قبل ما نبتدي الفيديو؟ في تحت الفيديو علامه الهند كده، اعملي لايك للفيديو تشجيعا ليا وللقناه، وكومنت حلو بقى عشان ايه، بحب اتدلع. والناس اللي لسه ما اشتركتش مستنيه ايه؟ تحت الفيديو برده هتلاقي زرار احمر كده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوسي عليه هيجيلك الجرس، ودوسي على الجرس واختاري الكل عشان اي فيديو انزله يجيلكوا اشعار بيه. وكومنت حلو برده عشان انا ايه، بحب اتدلع. وما تروحوش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. والناس اللي بتحبني، في قناه جديده اسمها قناه فاطمه محمود، يا ريت تروحوا عندها ودعموها، هحسب لكم رابط القناه بتاعتها في صندوق الوصف والتعليق مثبت. وبالتوفيق لك يا فاطمه ولكل القنوات الجديده يا رب. وطيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الشغل. خيوطنا النهارده هيمالاي افري داي وابره رقم 4. هعمل عقده البدايه، والغرزه ديت مش محدده بعدد سلاسل معينه، خلاص همشي كده عدد سلاسل بالعرض العينه اللي انا عايزاه. انا هكتفي بالعرض ده كعينه، تمام كده. هفوت اول غرزه وتاني غرزه اخش فيها واعمل منزلقه، هدخل الابره في الغرزه واطلع الخيط، خلاص طلعتها من الحلقه بتاعت الغرزه واطلعها من الحلقه بالشكل ده. خلاص الغرزه اللي وراها هدخل الابره في الغرزه واطلع الخيط، تمام كده. هاخد لفه، انا ادخل الابره في نفس الغرزه واطلع الخيط، بقى عندي اربع حلقات لفه من اربع حلقات بالشكل ده. وبعدين اخش في الغرزه اللي وراها واطلع الخيط من الغرزه ومن الحلقه منزلقه، وبعدين ايه، اروح داخله في الغرزه اللي وراها واطلع الخيط، تمام كده. اخد لفة وفي نفس الغرزة واطلع الخيط، عندي اربع حلقات لفة ومن اربع حلقات، خلاص تمام كده. وبعدين اروح داخلة في الغرزة اللي وراها وعاملة منزلقة، وبعدين ما اخدش لفة ولا حاجة، اخش بقى ايه في الغرزة اللي وراها واطلع الخيط، وبعدين اخد لفة وفي نفس الغرزة واطلع الخيط، عندي اربع حلقات لفه من اربع حلقات، واخش في الغرزه اللي وراها واعمل منزلقه، وهو طول السطر كده. وبعدين اخش في الغرزه اللي وراها واطلع الخيط، وبعدين اخد لفه في نفس الغرزه واطلع الخيط، اربع حلقات لفه من اربع حلقات. بالشكل ده تمام. واخش في الغرزه اللي وراها واعمل منزلق، وبعدين اخش في الغرزه الجديده واطلع الخيط، اخد لفه في نفس الغرزه واطلع الخيط، اربع حلقات لفه من اربع حلقات في الغرزه اللي وراها واعمل منزلق، وافضل ماشيه كده لنهايه السطر. وهنا منزلق، بعدين هنا غرز لفة وفي نفس الغرز، وبعدين هنا منزلق، وهنا نعمل غرز
لفاه في نفس الغرز، وبعدين هنا منزلق، وهنا نعمل غرز، وكده انتهينا من السطر الاولاني. خلاص احنا في اخر غرزة عملنا غرزة اللي هي ايه بلفة. خلاص السطر الجديد هنعكس، هنطلع بسلسلة. خلاص والف الشغل، فاول غرزة نعمل منزلق، الغرزة التانية اهي اخش في الغرزة واطلع الخيط لفة، وفي نفس الغرزة واطلع الخيط، 4 حلقات لفة من 4 حلقات، اخش في اللي وراها اعمل منزلق، ونفضل ماشيين كده. هنا اهو اطلع الخيط لفة، وفي نفس الغرزة واطلع الخيط ولفة، ونطلعهم مع بعض. نخش في الغرزة الجديدة نعمل منزلق، ونفضل ماشيين كده لنهاية السطر. وصلت لاخر غرزة، هنا كنا ابتدينا بايه بمنزلقة، يبقى اخر واحدة غرزة. اخش في اخر غرزة اهي واطلع الخيط، لو لقيتوها ضيقة معاكم ممكن ايه تطلعوا الخيط بابرة ارفع شوية، وبعدين لفة في نفس الغرزة، واوعوا تنسوها عشان لو كل سطر نسيتوها هيحصل معاكم تناقص، ولفة ونطلعهم ايه مع بعض. وادي السطر التاني، بصوا البروز ابتدى يبان من هنا ومن الناحية التانية. احنا هنا انتهينا بغرزة، هناخد سلسلة خلاص ونلف الشغل. يبقى ايه هنبتدي من اول غرزة منزلقة، نخش هنا وتكرار، وبعدين اخش هنا واعمل غرزة، اخش في اللي وراها واعمل منزلق. الغرزة حلوة وشغل بارز وضيقة قوي، يعني كف الايد حتى ما يبانش، ما بتعديش الهواء. وكل ما بنطلع بالشغل بقى يبقى الشغل البارز عشان بنعمل عكس عكاس، يبقى جايب الورب، ونفضل ماشيين كده لنهاية السطر. انا خدت لفة غلط، اخد لفة بقى 4 حلقات ونطلعهم. ونفضل ماشيين كده لنهاية السطر. وكده بعد ما انتهيت من السطر التالت، بص الغرزة عاملة ازاي، شكلها حلو، يعني انا مسميها غرزة شهر طوبة من كتر ما هي تحسوا اللي هي مليانة كده، والشغل البارز عطيها شكل حلو. وتطلعوا بقى، هي الغرزة عبارة عن تكرار سطر واحد مش اكتر، هتطلعوا بالطول اللي انتوا عايزينه. وادي بعد ما طلعت بكام سطر عشان الغرزة تبان، بصوا الغرزة عاملة ازاي، وملهاش وش وظهر، ادي كده من ناحية وادي الناحية التانية، الشغل البارز على الناحيتين. الغرزة تقيلة بس شيتوس اهو جه، الناس اللي بتسأل على شيتوس، شيتوس جه اهو، بصوا بس يا شيتوس، بس يا حبيبي بصوا ما فيهاش فراغات خالص. والغرزة ليها استخدامات كتير، ممكن تعمل لها لو بطانية اطفال هتبقى حلوة قوي، لو هتعملوا منها جاكيت، تعملوا منها بلوفر، تعملوا منها خدادية، حلوة وليها استخدامات كتير، ممكن شال مستطيل ويتدفي في الشتاء بصراحة. ولو عجبتكم ورشة النهاردة ما تحرمونيش من لايك وكومنت، والناس اللي اول مرة تتابعني يا ريت تشتركوا وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد او ورشة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.